خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وتشكلت أنت في بطن أمك في أيام، ومرت بك أيام فحبوت، ثم وقفت على قدميك وبدأت مسيرة حياتك. أيام يصومها الإنسان في شهر رمضان، وعشرة أيام يحبها الله في ذي الحجة، وأيام يفرح فيها المسلمون في عيدي الفطر والأضحى. أيام تتولى وأيام تتقلب، يوم تضحك فيه فرحا ويوم تبكي فيه ترحا، أيام يداهمك فيها المرض وأيام أكثر منها تنعم بالعافية. في كل صباح جميل تودع يوما التحق بأيام مضت، وتستقبل يوما يفتتح أياما قادمة. تخطئ في حياتك فتنبهك الأيام، تفشل في عملك فتعلمك الأيام، تحسن في أدائك فتحفظ لك ذلك الأيام، يتخلى عنك صديق فتبديلك الأيام خيرا منه، يقسو عليك الهم فتنسيك الأيام. الأيام تهذبك وتشذبك، تعلمك وتربيك، تسليك وتؤنسك، تحتضنك في صدرها ما دمت حيا، ترضعك التجارب وتطعمك الذكريات. يرحل الإنسان من بلاد إلى بلاد يتقلب في الأيام. عقب الله قوم عاد بريح صرصر عاتية في ليالي وأيام. خلى موسى بربه 40 يوما يتعلم الحكمة ويتنزل عليه الوحي. يقلب الله الدنيا كيفما يشاء، وكتب قدره وسننه على خلقه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وعندما تنتهي الدنيا ونقف في أرض المحشر، نكون في يوم لا كالأيام، يوم واحد فقط، إنه يوم القيامة.